العطاء واللقاء من أرضية ميدان الوثبة عاصمة الميادين. نصل بكم إلى شوط الإنتاج والمنتجين، هو شوطنا الثاني عشر في تعداد هذا الشوط الذي خصص للأبكار الثنايا المهجنات الأصايل. شوط الإنتاج والمنتجين 8 كيلو متر مسافتنا ورحلة هذه الأشواط لهذا السن، سن الثنايا. مقدمة الشوط والمركز الأول لنجد شموخ بكل الشموخ، هي من تأتي مع المقدمة والصدارة. خلفان بن سالم بن حمدان المنصوري من يقدم لنا شموخ مع المركز الأول. ثاني المراكز اللي في المركز الثاني تنطلق مباشرة في هذه اللحظات وترافق شموخ على الصدارة وعلى المسار. الأول تأتينا أرى اللي هي عوايد، تعود الملكية من يقدم لنا عوايد مع المركز الثاني عبيد بن محمد بن عبيد المزروعي. المركز الثالث الظبي محمد بن علي بن راشد الكتبي، تتقدم الظبي مع المركز الثالث. رابع المراكز من تاتي زيارة، علي بن سالم بن عبيد بو ظفيره العامري من يقدم لنا زيارة بهذا الشعار اللي صال وقال بالرموز وبالذهب. هنا يتقدم مع المركز الرابع ويقدم لنا هذا الانتاج. خامس المراكز اللي في المركز الخامس وعد مصبح بن سيف الشاعر العلي من يتقدم مباشرة في هذه اللحظات. مقاد عبيد بن سالم بن راشد بن حبال الاكتبي مع المركز السادس. السابع المراكز القادمة الواصلة في هذه اللحظات اعلان راشد بن محمد بن قران المنصوري من يقدم لنا ابو محمد هذا الشعار اللي صال وقال بالنواميس بالفعل، يتقدم مباشرة مع المركز السابع. ثامن المراكز اللي في المركز الثامن قبة غانم بن مسهر بن غانم المنصوري، ومن الجانب الآخر هناك تتقدم وتغير من مركز إلى مركز لناموس هذا الشوط في شوط الإنتاج والمنتجين. نجود سعيد بن نايع بالشاوي الغفلي من يقدم هذا الاسم، وتنضم أيضا هناك اللي هي منارة عود الملكية سعيدة بن منانة بن غدير الكتبي والقادم الواصل في هذه اللحظات. مقاد تعود الملكية عبيد بن سالم بن راشد بالحبال الاكتبي. هكذا النتيجة، هكذا النتاج هنا شوط الانتاج والمنتجين. أذعنا نتيجة هذا الشوط بمسار وانطلق هذا الشوط. مقدمة الشوط والمركز الأول من تأتي مع الصدارة، ومقدمة الشوط والمركز الأول تأتي شموخ خلفان بن سالم بن حمدان المنصوري من يقدم لنا شموخ مع المركز الأول ومع القيادة والصدارة. المركز الثاني عوايد عبيد بن محمد بن عبيد المزروعي يقدم هذا الاسم مع المركز الثاني. المركز الثالث الظبي محمد بن علي بن راشد الكتبي من يقدم لنا الظبي مع المركز الثالث. رابع المراكز زيارة علي بن سالم بن عبيد بو ظفيره العامري من يقدم لنا زيارة شعار المسك بالفعل، يتقدم مع المركز الرابع وشعار العديد وشعار دابان. شعار العديد هنا من الأسامي التي مشاهدين الكرام برزت بقوتها بالفوز والناموس والانتصار. شعارك أبو ظفيرة مع المركز الخامس في هذه اللحظات. ورابع المراكز، خامس المراكز اللي في المركز الخامس منارة سعيد بن منانة بن غدير من يقدم لنا منارة مع المركز الخامس. المركز السادس، سادس المراكز من تأتي في هذه اللحظات نجود سعيد بن نايع بشاوي الغفلي، ومن الجانب الآخر تنضم هناك السريدية خليفة بن أحمد بن سيف الرميثي من يقدم لنا السريدية. تغير من مركز إلى مركز، أول إذاعة لهذا الاسم هو الشعار والانطلاق. قبة غانم بن مسهر بن غانم المنصوري من يقدم هذا الاسم، والقدوم من أيضا ناصية سالم بن طالب بن علي المحرمي الكتبي. وصلت أسماء من المنتجين تتقدم مباشرة إلى المركز الثامن. تاسعي المراكز اللي في المركز التاسع تنضمر اللي هي راهية تعود الملكية. هناك اللي هي أمجاد عبيد بن راشد بن حبالة الكتبي، وأيضا تنطلق إعلان راشد بن محمد بن قران المنصوري. هكذا الأسماء، هكذا الشعارات. وعد مصبح بن سيف الشاعر العلي من يقدم لنا وعد. نعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى المركز الأول، إلى الصدارة، إلى مقدمة هذا الشوط مع المركز الأول
من تاتي شموخ شموخ العز مع مقدمة شوط شامخة مع الصدارة، وانتصفنا المسافة 4 كيلومتر 4 كيلومتر عن خط النهاية، وخلفان بن سالم بن حمدان المنصوري يقدم هذا الانتاج الطيب مع الصدارة والقيادة. المركز الثاني زيارة، علي بن سالم بن عبيد بو ظفيره العامري يقدم زيارة أذعناها مع المركز الرابع، وهي تتواجد مع المركز الثاني وترافق هذا الانطلاق والمسار، تأتي مع شموخ. المركز الثالث، ثالث المراكز عوايد وراعت العوايد بالفعل، عبيد بن محمد بن عبيد المزروعي من يقدم عوايد، الظبي محمد بن علي بن راشد الكتبي مع المركز الرابع. خامس المراكز، من تاتي منارة تعود الملكية، سعيد بن منانة من يقدم هذا الانتاج الطيب. المركز السادس، سادس المراكز قدوم ووصول من الجانب الآخر مشاهدين الكرام، من تاتي في هذه اللحظات الاستريدية، خليفة بن أحمد بن سيف رميثي من يقدم هذا الاسم، نجود سعيد بن نايع بشاوي الغفري مع المركز السابع. ثامن المراكز، طلة عبد العزيز بن سلطان بن تريم الكتبي أول إذاعة لطلة، قدوم من قبة غانم بن مسهر بن غانم المنصوري، ومن الجانب الآخر ناصي سالم بن طالب بن علي المحرمي الكتبي. هكذا النتيجة، هكذا النتيجة، شوط المنتجين والمبدعين، شوط الانتاج لناموس ناموسين في عاصمة الميادين ميدان الوثبة. وصلنا بكم إلى جسر العبور 3 كيلومتر عن خط النهاية، ومقدمة الشوط شموخ، شموخ مع الصدارة، شموخ خلفان بن سالم بن حمدان المنصوري من يقدم لنا شموخ مع مقدمة الشوط. المركز الثاني زيارة، علي بن سالم بن عبيد بو ظفيره العامري، منارة تتقدم، سعيد بن منانة بن غدير من يقدم هذا الاسم مع المركز الثالث. رابع المراكز، الظبي محمد بن علي بن راشد الكتبي تتقدم مباشرة، طلة عبد العزيز بن سلطان بن تريم الكتبي تغير من مركز إلى مركز، عينها لناموس هذا الشوط أن تهدي مالكها وأن تهدي بن تريم هذا الانتاج الطيب. هناك رله نجود سعيد بن نايع بالشاوي الغفلي، ومن الجانب الآخر السريدية خليفة بن أحمد بن سيف الرميثي، والقدوم أيضا من عوايد عبيد بن محمد بن عبيد المزروعي من يقدم هذا الاسم. هكذا النتيجة، هكذا النتيجة، ولنا عوده مع المقدمة، لنا عوده مع الصدارة. ما زالت شموخ منذ انطلاق الشوط، وهي شامخة مع المركز الأول في مقدمة الشوط. خلفان بن سالم بن حمدان المنصوري يقدم هذا الاسم، زيارة مع المركز الثاني تعود الملكية، علي بن سالم بن عبيد بو ظفيره العامري يتقدم مباشرة ويقدم هذا الاسم على المركز الثاني. المركز الثالث، طلة ويا حيها الطلة من طلة، أذعناها من مركز إلى مركز، تأتي مباشرة إلى المركز الثاني، عينها لناموس هذا الشوط، طلة عبد العزيز بن سلطان بن تريم الكتبي غيرت إلى المركز الثاني. المركز الثالث زيارة، علي بن سالم بن عبيد بو ظفيره العامري ولعوا المنتجين. المركز الرابع، رابع المراكز، الظبي محمد بن علي بن راشد الكتبي. المركز الخامس، منارة سعيد بن منانة بن غدير الكتبي مع المركز الخامس. المركز السادس، تنطلق مباشرة وتأتي نجود سعيد بن نايع بشاوي الغفري يقول أنا موجود وإنتاجه. وهناك أيضا من تنطلق في هذه اللحظات، عوايد عبيد بن محمد بن عبيد المزروعي. هكذا النتيجة، هكذا النتيجة، كيلو ونصف الكيلو، كيلو ونصف الكيلو، المنتجين بالفعل في شوط الإنتاج للمهجنات الأصايل. شموخ ما سلمت، تتقدم طلة، طلة طلة مع المركز الثاني، ويقدم طلة عبد العزيز بن سلطان بن تريم الكتبي، وشموخ خلفان بن سالم بن حمدان المنصوري، ثنائية ولا أروع من المنتجين مع المقدمة والقيادة. بو ظفيره انتاج مهل الهير مع المركز الثالث، زيارة علي بن سالم بن عبيد بو ظفيره العامري، وهناك الظبي محمد بن علي بن راشد الكتبي، منارة سعيد بن منانة بن غدير الكتبي، انطلاق مباشر نجود سعيد بن نايع بشاوي الغفلي، وتأتي هناك عوايد
عبيد بن محمد بن عبيد المزروعي، ولكن اقتربنا، طرقنا أبواب الكيلومتر الأخير وغادرناه. نعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى المركز الأول، إلى الصدارة الأولى. شموخ ما تسلم، شموخ ما تسلم، شموخ مع الصدارة، شموخ هي الأقرب، شموخ هي المسيطرة. المنصوري مع الانتصار، المنصوري ما سلم. بوظفيره العامري مع المركز الثاني، المركز الثالث بن تريم، ولكن حذاري حذاري من محمد بن علي بن راشد الاكتبي، يقدم هذا الانتاج، يقدم لنا ظبي الفلا. المنصوري قادم، بو راشد صدرت الأوامر، أطلق العنان بو حمدان، بدأ يغادر بشموخ. أكملت المسار، أكملت المسار منذ انطلاق الشوط. ما تسلم، ما ترضى إلا بالفوز، ما ترضى إلا بالناموس، أن تهدي مالكها. خلفان بن سالم بن حمدان المنصوري. هنا مشاهدين الكرام، تهانينا والناموس على هذا الفوز والإبداع، الإنتاج الطيب. أشكرك، أشكرك يا خلفان بن سالم بن حمدان المنصوري، المنصوري وانتاجه، ومشكور عبيضة على هذا الابداع والفوز والانتصار بدون اي منافس على الاطلاق المباشر. خلفان بن سالم بن حمدان المنصوري قدم شموخ مع الفوز والناموس. المركز الثاني مناره، مناره بالفعل سعيد بن مناره بن غدير. المركز الثالث منتت الظبي محمد علي راشد الكتبي زياره. رابعا بو ظفيره العامري علي بن سالم بن عبيد بو ظفيره العامري. المركز الخامس، المركز الخامس طله عبد العزيز بن سلطان بن تريم الاكتبي. التوقيت الزمني مشاهدينا الكرام، نذهب مباشره الى التوقيت الزمني، واثناء وصولها الى خط النهايه شموخ مالكها خلفان بن سالم بن حمدان المنصوري تهاني والناموس. التوقيت الزمني 12 دقيقه بالفعل، توقيتها الزمني مشاهدينا الكرام 36 ثانيه 3 من الاجزاء، تهانينا والناموس. المركز الثاني 12 دقيقة 39 ثانية، وفاء وتماما منارة سعيد بن منانة بن غدير الاكتبي. والمركز الثالث منتت مع المركز الثالث، نشوف المركز الثالث هناك اللي هي الظبي محمد بن علي بن راشد الاكتبي. توقيت الزمن 12 دقيقة 39 ثانية وثلاثا من الاجزاء، تهانينا والناموس. التحية تستمر والانطلاق يتم.